هلا حبيبي، الله يعوضك، معوض خير. شلونك حبيبي؟ طالع من الشر سالم. سالم الشر ما يجيك يا قلبي. بسم الله. طيب يا طويل العمر، اسلم يا عمار. شو السالفة؟ قبل اسبوعين اللي ضيقت صدورنا كلنا. قبل اسبوعين اسلم. طيب قدمت على وظيفة في اللينكدين، هذا شكل الوظيفة، شوف تعال قدم. جميل. وظيفة كانها وظيفة طبيعية. حلو. بس في الغلط انهم طالبين هنا اللي هو الناشونال اي دي مع السي في، يعني الناشونال اي دي المفروض ما يرسل لاحد، بس خليني اقول لك. اوكي. بس عادي يعني، مو باللي مره توب سيكريت يعني. مو مره توب سيكريت طبعا. ايه رسلت كل شيء قبل اسبوعين هالكلام. مقدم على الوظيفه انت؟ اي مقدم على وظيفه في نيوم، حاطينها في نيوم. طيب قدمت عليها، جاء يا طويل العمر قبل اسبوع كلمني واحد. ايه كلمني واحد رقم سعودي. طيب هندي شرق اسيوي، اتوقع انه هندي باكستاني شيء زي كذا. قال لي يا طويل العمر، طبعا اول ما كلمني قال لي ترى هذه المكالمه مسجله، وهذا انترفيو مقابله، وكان جدا متعلم وجدا مثقف، ويعني وكانه في مقابله يعني، مو بطقه زي حقين البنك اللي دق ايوه تقول لي يعني، كانت انجليزيته مره كويسه. أيوة. مو زي حقين ذوليك البنك اللي أيوة. هو الفلوس بالضبط. أيوة. نفسهم. لا طيب. انجليزيته جيده، وسالني اسئله طبيعيه، في كانك في مقابله طبيعيه جدا. حلو. وين تشتغل، وين تخصصك، وايش خبرتك، وكل شيء كل شيء حرفيا، وايش تتوقع الراتب، يعني كانك مقابله صدقيه مره. الله. جاء اخر المكالمه، اخر شيء قال احنا قبلناك، يو ار شورت ليستد، ومن هالكلام قبول مبدئي. اي قبول مبدئي، وانه فيه مقابله ثانيه مع المهندس، انا الاتش ار على انه الاتش ار، والحين مع المهندسين اللي هم مقابله ثانيه. قلت له متى؟ قال لي بعد اسبوع، بس عشان اكمل هذا الموضوع. ايه. بيجيك كود بس في ذا، هذا عشان تكمله التسجيل. طبعا جاني كود، ممكن اوريك الكود الحين، من شيء اسمه رايا، نفس اسم التطبيق اللي هو الحساب حقه في لينكدين. اسم رايا ريكروتينج، وجاني رساله من رايا. انا خايف نوريهم يحطون الكود وتنسحب فلوس. لا ما علي، خلاص راحت الكود. هذا رايا اسمها، وهذا الكود اللي جاني. طيب طبعا هذه رساله تربط حسابك بابشر مع اي شركه او بنك او محفظه الكترونيه، هي لها طريقه انا ما اعرف بالضبط. بس طبعا انت ما تدري بالرساله، بس محطوط الكود ومو مكتوب شيء. مو مكتوب فيها شيء، مكتوب وش مكتوب بالضبط؟ مكتوب one time password to continue the registration، بس ما فيها اي شيء ثاني. registration المقابله يعني، او الوظيفه. ايوه. فكانها يعني اني اكمل شيء، ما في لا تمويل ولا اي كلمه. طاري للتمويل طبعا، بجيكم ايش موضوع التمويل الحين بجيكم. كفو. طبعا بعدين امس هالكلام، لي اسبوع المقابله تقريبا، امس كلمني خويي قال لي صار لي كذا وكذا وكذا وكذا، وهو يقول لي السالفه. قلت له طيب. قال كلموني شركه، ما راح اذكر اسمها، قالوا لي كلموه الشريك، قالوا له كيف الخدمه معك؟ قال اي خدمه؟ قال انت ماخذ قرض قبل فتره. قال ما اخذت قرض. طلع ان هذيل عصابه وياخذون قرض باسمنا. طبعا خذوا قرض باسمي وباسم خويي، وفي اكثر من شخص تواصلوا معنا بالانترنت ان خذوا قرض باساميهم بنفس الطريقه بالضبط. الله. طبعا ما بيذكر اسم شركه التمويل هذه اللي خذوا منها، يمكن يقولون تشويه سمعه او شيء. بس هي شركه تمويل عباره عن ايش؟ ان خذوا معلوماتنا من قبل، لاني انا ارسلت لهم الهويه والسي في حقي، ويوم دقوا علي في المقابله عرفوا اكثر كثير معلومات عني. إيه. سالوني كم راتبك كم كذا، فاخذوا معلومات كثيره عني. في الاخير عشان التوثيق اخذ هذا الكود، فصار عنده كل شيء عني، انفضحت له. فاول شيء طبعا هذا القرض، اذا ممكن توريهم ان علي قرض، هنا القرض، ممكن ما بيبين اسم الشركه. شوف هذا القرض 15000، القسط الشهري حقه 12000 من سمة. اوكي. إيه. طيب اول شيء انتبهوا لا ترسلون احوال. الحين جينا فقره النصائح. اي فقره النصائح. خلاص يعني انا علي قرض الحين، معوض خير. طبعا كلمت الشركه، ممكن اوريك بس ما يحتاج. كلمت الشركه، تواصلت معهم، قلت لهم انا ما رفعت قرض. قالوا انت اعطيت الرقم، فمشكلتك تتحمل ولازم. صح تدفع. القانون لا يحمي، القانون لا يحمل مغفلين. محشوم محشوم. لا محشوم. لا بس صدق يعني، بس كانت طريقتهم جد احترافيه يعني، فلازم ننتبه لا نرسل احوال. طيب اول يعني النهايه لا ترسل كود الا يعني الجهات مره رسميه. الكود حاول انك ما ترسله ابد. الاحوال لا ترسلها الا لجهات رسميه مره. احوالك لا ترسلها لاحد برضو، وبرضو معلوماتك الخاصه لا تعطيها احد الا. ولا كان في توقيع السابق. يعني عمار ولا شيء، ما كان في توقيع ولا في شيء. يعني بتتكلم انت من كود واحد قدر ياخذ قرض باسمي، وانا عارف الحين يمكن فوق العشرة. الله. كلهم تقريبا تواصلوا معنا بالنت. تتكلم انت اخذوا ملايين انا اتوقع. ايه. فانتبه لها الموضوع، وانا وريتكم بعض الاشياء. وشركه تمويليه برضو المفروض انهم يزيدون السكيورتي حقهم، انا احس كذا. أيه. بس ما ودنا نصايح للافراد ونصايح للشركات.
جميل جميل. لا معوض خير حبيبي، وهذا يعني درس ان شاء الله انك تستفيد منه. ما انسى معاذ ولد خالتي مبادرته. الله. جيت فجأة طلعت، طبعا رحت قدمت في قسم في الشرطة، بلاغ في الشرطة، وفي سمة قدمت اعتراض، قدمت اعتراض في كل مكان. طلعت من الشرطة، من قسم الشرطة، لقيت الشباب مجمعين لي 15 استاهل.